نادف. لقد عاد الانجليز كائنات الظلام. ما كانش ينفع ما روحش. الموسم الاول نادر فودة قتله الشغف. نادر فودة قناة احمد يونس على يوتيوب. كائنات الظلام صاحبي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء. الموسم الاول انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ الموسم الاول نادر فودة. نادر فودة من قلب الرعب. كائنات الظلام. نادر فودة الموسم الأول. نادر فودة قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة. أهلا بيكم في ملف جديد وتحقيق جديد من تحقيقاتي في جريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. وزي ما بفكركم التحقيقات دي طلبت مني أن أنا أعملها بسرعة جدا، علشان كده هتلاقوا قصيرة نوعا ما، ولكن حاولت على قد ما أقدر أن يكون فيها تنوع وروايات شهود وتكون ملمة بكل الأحداث. النهاردة التحقيق اللي سلمته للجورنال اسمه السائرون نياما. أنا نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. كتير من العلماء بيشوفوا ان صلة الجسد بالروح اثناء النوم بتختلف تماما عن واحنا صحيين. وانت نايم روحك بتخرج من جسمك وبتدخل في حالة اشبه بحالة الموت، وبتقدر تستقبل اللي انت ما بتقدرش تستقبله وانت صاحي، واللي قدراتك العادية ما بتقدرش عليه. روحك وانت نايم بتقدر تقابل ارواح تانية، أرواح ناس ماتت ممكن تقابلهم علشان يقولوا لك سر أو ينقلوا لك وصية، أو تقابل ناس في حلمك عمرك ما شفتهم في الحقيقة، والغريبة إنك أوقات كتير بتشوفهم بعد ما تكون حلمت بيهم، أو تحلم بمواقف عادية وبعد فترة تلاقي نفس الموقف اللي شفته في الحلم بيحصل قدامك بكل تفاصيله. وعلشان كده في ناس كتير بتربط بين ظاهرة الداجافو وبين اللي الإنسان بيشوفه هو نائم. الأطباء والعلماء لحد دلوقتي مش قادرين يلاقوا سبب للمشي أثناء النوم، وبالتالي مش عارفين يحددوا له علاج، ولحد دلوقتي مفيش أي تفسير للتغيرات اللي بتحصل للمخ وقتها وبتخلي المريض يعمل حاجات ما بيقدرش ولا يعرف يعملها وهو صحي. وعلى الجانب الآخر في تفسيرات تانية بتربط بين المشي أثناء النوم والجن. بيقولوا إن الجن هو اللي بيبقى مسيطر على الإنسان وقتها، وهو اللي بيخليه يتصرف التصرفات دي من غير أي إرادة منه، لأنه بيكون مجرد جسد فارغ بلا روح مستسلم تماما لأوامرهم والحاجات اللي بيقودوه لأنه يعملها من غير ما يقاوم. عموما في ناس كتير بتربط دايما بين النوم والمس واقتران الإنسان بالجن، وبيقولوا أنه من أعراض المس المشي أثناء النوم، لأن في الوقت ده الجن هو اللي بيسيطر على جسم الإنسان بالكامل، وأن الإنسان بيفضل ساعات طويلة علشان ينام ومش عارف، والأرق والقلق كمان، وإن الواحد كل شوية يصحى من النوم وما ينامش بعمق، والجز على الأسنان أثناء النوم. في ناس من كتر ما بتجز على أسنانها وهي نايم بتسمع صوت زي صوت طرقعة، والضحك والبكاء أثناء النوم للبالغين الكبار مش الأطفال، والكوابيس والأحلام المفزعة زي إنك تشوف مثلا نفسك بتقع من مكان عالي، أو تحلم بالمقابر وإنك دخلت جواها ومش عارف تخرج، أو كهوف مظلمة مهجورة، أو أشخاص صفاتهم غريبة زي ما يكونوا طوال جدا أو قصيرين قوي، وفي حاجات بتبقى في ملامحهم مخيفة. لكن محدش يقدر يجزم أن في اجتماع الأعراض دي أو حتى جزء منها دليل على وجود مس أو الجن ليه علاقة بالمشي أثناء النوم من قريب أو من بعيد، كلها تكهنات واجتهادات. الموسيقار العظيم تارتيني ليه معزوفة من أشهر المعزوفات في تاريخ الموسيقى اسمها Devil's Trill أو هزة الشيطان. سنة 1713 كان تارتيني حزين جدا انه ما تشهرش الشهرة اللي كان بيحلم بيها، وما بقاش موسيقار كبير وعظيم الكل بيتكلم عنه. كانت كل ألحانه عادية بتمر مرور الكرام، وفي يوم كان نايم حلم بالشيطان، او حسب وصفه حلمت بكائن ضخم جدا لونه احمر وحواليه نار، وقال له انا معجب جدا بألحانك وهساعدك تكون مشهور وهتعمل ضجة كبيرة جدا، والكل هيتكلم عنك وعن ألحانك زي ما بتحلم وبتتمنى وأكتر كمان، ولكن في صفقة هنعملها، هتبالي روحك. بيقول لقيته مطلع بعدها الشيطان كمانجا وعزف لحن غريب وجميل جدا كنت أول مرة أسمعه، كل ده طبعا في الحلم أو في الكابوس اللي بيحكيه.
تارتيني انبهر جدا باللي سمعه. صحي من النوم وهو حاسس انه لسه اللحن بيتردد في ودنه. جري بسرعة جاب ورقة وقلم علشان يكتب اللي يفتكره من اللحن قبل ما ينساه ويحاول يعزفه كمان على الكمانجا. بعد محاولات كتير طلع بمعزوفة جديدة سماها Devil's Trill ولاقت نجاح ساحق منقطع النظير، ومن وقتها بتعتبر من أجمل وأعظم المقطوعات الموسيقية، مش الخاصة بيه، لأ، اللي خاصة بالتاريخ واللي التاريخ خلدها. سئل بعد كده وقال هذه المقطوعة هي مقطوعة إبليس، وبرغم نجاحها الرهيب إلا إنها ما بتكملش 1% من جمال اللحن اللي سمعته في الحلم. طيب، في شخص اسمه لي هادوين. الراجل ده كان بيشتغل ممرض بالنهار وشغله ماشي طبيعي جدا وشاطر جدا فيه، لكن لما بيجي الليل وينام بيتحول لإنسان تاني خالص. فنان مبدع، لوحاته ما بتتقدرش بتمن. عنده موهبة نادرة في الرسم لدرجة ان بعض الناس بقوا يقارنوا اعماله ببيكاسو، والمتاحف الكبرى بقت تتسابق على شراء اعماله ورسوماته. الغريب انه اثناء النهار وهو صاحي ما بيعرفش يرسم دايرة، ما عندوش اي موهبة في الرسم. هادوين بيقول كنت بعاني من اضطرابات النوم من وانا عندي 4 سنين، وكنت فاكر انا واهلي ان الموضوع بس مرتبط بالسن، زي اطفال كتير بيكون نومهم مش مظبوط ولما بنكبر كل حاجة بترجع طبيعية. لكن لما دخلت مرحلة المراهقة الموضوع زاد معايا جدا. بدأت اصحى من النوم وارسم على حيطان البيت كله رسومات مذهلة، كل اللي كانوا بيشوفوها مش بيصدقوا ان ده رسم طفل لانها متقنة جدا. لما وصلت للعشرينات وانفصلت عن اهلي وبقيت عايش لوحدي، بقيت اصحى من النوم ألاقي كل حاجة في البيت مرسوم عليها بفن رهيب. الحيطان، أثاث البيت، بعض التحف، لبسي، المفروشات، كل حاجة في البيت بتتحول للوحة فنية مرسومة بدقة وإبداع شديد، لدرجة إن بيتي كان كل الناس بتحب تتجول فيه وتتفرج على دقة وإبداع رسوماتي. ولما أدركت الحالة دي وأيقنت منها وإن ده بيحصل لي وأنا نايم، بقيت أحط لوحات وسكتشات رسم وأقلام فحم في كل حتة في البيت، بحيث إن أنا ساعد نفسي لما أقوم وأنا نايم على إني أرسم وأبدع في السكتشات دي. الأطباء فسروا حالته بأنها حالة من حالات المشي أثناء النوم، لكن محدش قدر يلاقي تفسير للموهبة اللي عنده دي اللي ما بتجيلوش غير وهو نايم. هسألكوا سؤال، في حد فيكو بيمشي وهو نايم؟ جاوبوني على السؤال ده. هل ممكن الواحد يحلم بإشارة تساعده أو تدله على حاجة معينة؟ سنة 2017 عيلة أندونيسية بسيطة مكونة من أب وأم وولد وبنتين في سن المراهقة راحوا علشان قضاء يوم على البحر. الأولاد نزلوا يعوموا وفجأة الموج عالي وخطف بنته منهم واختفت تماما على الأنظار، وما كانوش سمعين غير صرختها اللي اختفت بعد شوية. البوليس وفرق الإنقاذ وخفر السواحل فضلوا يدوروا على البنت في البحر لمدة 3 أسابيع متواصلة بدون أي فايدة. كل شوية كانت العيلة بتتلقى اتصال من الشرطة بالعثور على جثة لبنت غرقانة، يروحوا يحللوا الدي ان اي وما تطلعش هي، لحد ما التحقيق اتقفل تماما في الموضوع ده، والعيلة بدأت تستسلم للأمر الواقع إن البنت خلاص ماتت ومش هيعرفوا يلاقوا جثتها. في مايو 2018 حصل حاجة غريبة. بدأ الأب يحلم ببنته اللي غرقت بشكل متكرر. كل يوم تقريبا كان بيحلم بيها نفس الحلم، نايمة على الشط بنفس الشكل واللبس اللي كانت لابساه يوم اختفت. في الأول الأب مهتمش وكان بيقول دي مجرد أحلام، لكن مع التكرار المبالغ فيه للحلم قرر ياخد الأسرة ويروحوا نفس الشط اللي غرقت فيه البنت من سنة ونص، وقضوا يوم هناك كامل من الظهر لحد بالليل. وبالليل كانت المفاجأة، لقوها ممددة على الرمال وفاقدة الوعي. كانت بنفس هيئتها، بنفس شكلها وسنها ونفس اللبس اللي كانت لابساه. احنا بنتكلم يا جماعة في 16 شهر فرق بين حادث الغرق وحادث العثور عليها. اخدوها بسرعة على المستشفى وكانت كل مؤشراتها طبيعية جدا وما فيش اثر لأي حاجة مرضية ولا اي اثر لعنف تعرضت ليه، ولكنها كانت راجعة فقد النطق. ايه اللي حصل؟ كانت فين طول 16 شهر؟ اختفت ازاي ورجعت ازاي؟ وازاي لقوها في نفس اليوم اللي العيلة قررت فيه تروح الشط مرة تانية، وعلاقة الأحلام اللي الأب كان بيشوفها إنها ترجع تاني؟ كاتب إنجليزي كتب كتاب كامل عن الحالة دي وقال إن في حياة كاملة من الجن تحت البحر، وهو ده التفسير المنطقي والوحيد
البعض أشار بوجود كائنات فضائية هي ممكن تكون خطفتها، لكن هو أصر إن في كائنات أخرى، كائنات ما تحت البحر، هي اللي قامت باختطافها لأسباب هم أعلم بيها. ودعم القصة دي بقصص اختفاء كتير جدا لأطفال تحديدا، كانوا بيختفوا مدة من 6 شهور لتلات وأربع سنين، وكانوا بيرجعوا بشكل غامض برضو غير مفهوم، وكلهم كانوا بيعودوا فاقد النطق وما بيتكلموش، حتى لما كان بيطلب منهم يوصفوا أو يرسموا كانوا بيخافوا ويرفضوا تماما أنهم يتكلموا أو يشيروا عن اللي حصل في فترة اختفائهم. دكتور اسمه جيمس كاوي عمل جلسة تنويم مغناطيسي لطفل اختفى سنة عن أهله بنفس الملابسات واختفى برضو من بحر. الطفل بدأ يوصف بإيديه إن كان في حياة مختلفة، كان في مملكة من كائنات أشبه ما تكون مزيج ما بين الأسماك وما بين البشر وما بين شكل تالت مرعب. الكائنات دي كانت مستضيفة عندهم وكانت بتعلمه علوم الحياة الأخرى، وخيروا ما بين البقاء معاهم والعودة لأهله، قرر إنه يرجع لأهله. ده هو الحالة الوحيدة اللي قدروا ياخدوا منها أي معلومات، باقي الحالات فشل معاها تماما محاولات التنويم المغناطيسي. الكندي كينيث باركس كان متجوز وعايش مع مراته وبنته الرضيعة حياة سعيدة، وكان بيحب حماه وحماته جدا، والعلاقة بينهم علاقة ود فوق الخيال. صحي باركس من النوم وساق عربيته 23 كيلومتر لحد بيت حماته وقتلها، وحاول يقتل حماه كمان لكنه نجي منه بأعجوبة، وركب العربية تاني وهو راجع فاق من حالة المشي أثناء النوم، مستغرب إنه لقى نفسه راكن قدام البيت وراكب العربية، لقى دي الاتنين غرقانين دم وهدومه كمان. راح للشرطة وقال لهم أنا مش عارف إيه اللي حصل، بس من الواضح إن أنا قتلت حد. لما عرف انهار، لأنه كان بيحب هذه السيدة جدا وعمره ما كان يتصور إنه يقتلها. التحقيقات أثبتت أن باركس كان بيعاني من المشي أثناء النوم، ولقوا أن مفيش أي عداء أو أي مشكلة بينه وبين حماته. حالة تانية موثقة لارتكاب الجرائم أثناء السير نياما، براين توماس قتل مراته اللي كانت حب عمره سنة 2008، وما افتكرش أي حاجة من اللي حصلت لما صحي. تحقيقات الشرطة وأبحاث الأطباء أثبتت براءته وعدم مسؤوليته عن اللي عمله وهو نايم. تعالوا نروح للقاءات اللي أنا سجلتها. اللقاء الأول مع مصطفى عبد الكريم. مصطفى بيحكي وبيقول ربنا رزقني بتوأم، بعد فترة انتظار إنجاب وصلت لعشرين سنة، كنا نخاف عليهم وحطينهم في عينينا، لكن أول ما وصلوا لسن 5 و6 سنين اكتشفنا إن الاتنين الولدين ولادي بيتكلموا هم نايمين، وخدنا الموضوع عادي في الأول، لكن اللي حصل إن في مرة صحيت على صوتهم هم بيتكلموا، وكانوا بيتكلموا بلغة غير مفهومة، كلام متداخل. أنا جبت منه التسجيل ده على فكرة علشان أسمعه ليكم. بيقول الغريب في الموضوع ان انا كنت حاسس انهم زي ما يكونوا بيتكلموا وبيردوا على بعض. بعدها بأقل من سنة صحيت من النوم انا والدتهم، لقيت واحد واقف عند طرف السرير اليمين والتاني واقف عند طرف السرير الشمال ناحية والدته، والاتنين بيبصلنا نظرات مرعبة مخيفة. انا مش قادر اوصلها لكم ازاي، انا خفت من ولادي. فضلنا احنا الاتنين متجمدين ومتخشبين في السرير ومش عارفين نعمل ايه، وهما الاتنين واقفين ومبرقين عينيهم وما بيبربشوش. قمت بالراحة اخدت الاولاني وزقيته بالراحة ناحية الأوضة. الغريب ان انا وانا بزقه ناحية الأوضة التاني كان بيتحرك هو كمان، وكأنهم مربوطين ببعض. نيمت الاولاني على سريره والتاني نام هو كمان. خرجت وقفلت الباب ووقفت شوية، فتحت الباب بالراحة، لقيتهم الاتنين واقفين قدام الباب والاتنين بيبصوا لي نظرة مخيفة جدا.
بقينا بعدها لما يدخلوا يناموا نقفل عليهم بالمفتاح. فمرة أختي جت زارتني، وأختي أكبر مني في السن. صحينا من النوم على صوتها وهي بتصرخ. كان صوت مفزع مخيف. جريت أنا ومراتي إحنا الاتنين عليها، لقيناها مرمية في الأرض والاتنين واقفين بيبصوا لها بنظراتهم المخيفة. أنا متأكد إن أنا قفلت عليهم، معرفش اتفتح إزاي. وهي بتصرخ وتقول لي ولادك عاملين كده ليه؟ ولادك هيموتوني، ولادك هيموتوني. كانت الجلابية اللي لابساها أو العباية متقطعة. أخدت واحد منهم والتاني مشي ورايا ودخلتهم الأوضة وقفلت عليهم. ورجعت لها وهدتها وقلت لها أنا معرفش هم عندهم إيه، هم بيمشوا هم نايمين من زمان ومش عارف علاجهم إيه. هو إيه اللي حصل لك؟ قالت لي أنا كنت نايمة وسمعت صوتهم بينادوا من ورا الباب عليا. قمت أجري أشوف في إيه، لقيت واحد منهم بيقول لي إن بابا حبسنا وأنا عاوز أدخل الحمام. فتحت لهم الباب، ملقتهمش في الأوضة، ورب العزة ما لقيت ولا واحد فيهم في الأوضة. أنا كنت بنام وتعبانة، قلت هما بيهزروا أو بيلعبوا. قلت لهم أنا هسيب لكم الباب مفتوح وروحوا اعملوا اللي تعملوه، بعد كده ادخلوا الأوضة، مش عايزة مشاكل مع أبوكم، وأنا الصبح هعرف هو بيقفل عليكم الباب ليه. دخلت الأوضة، قبل ما نام لمحت خيالهم الاتنين بيتحرك في الطرقة، فعرفت إن هما كانوا بيلعبوا وخرجوا. نمت. صحيت من النوم لقيت نفسي مرفوعة عن السرير. أيوة مرفوعة شوية، مجرد ما صحيت اترميت على السرير تاني، ولقيت ولادك الاتنين واقفين على طرف السرير من فوق على الخشبة وبيتحركوا رايحين جايين بسرعة، وكان عندهم اتزان غريب. نزلت من على السرير وجريت ناحية باب الأوضة اللي اتقفل في وشي. اتلفت لقيتهم الاتنين ورايا وبيضحكوا ضحكة مخيفة. وقعت في الأرض من طولي، فضلوا يشدوني من هدومي ويجروا بيا على الأرض ويضحكوا وكأننا لعبة بيلعبوا بيها، لحد ما انتجيت. سألت مصطفى طب بعد كده حصل ايه؟ قال لي الاتنين دلوقتي في مصحة وبروح أشوفهم بين وقت للتاني. محمد مرتضى، محمد اللي قصته متعبة قوي، محمد أبوه بيشتغل في المقابر، حنوتي، حارس، طربي، كل حاجة. أبوه بيقول من وهو صغير ما كانش بيحب الشغلانة بتاعتي، وكان دايما بيقول لي شوف شغلانة تانية أنا بخاف منها. لما دخل إعدادي كان بيصحى من النوم يصرخ ويقول لي، بيجوا لي وأنا نايم وبيقفوا قدام السرير وبيقولوا لي هناخدك، حرام عليك بطل الشغلانة دي، لو انت عاوزني عايش ما تعملش كده تاني. بعدها بحوالي شهر مراتي صحتني وبتصوت وبتقول لي ابنك مش في البيت، ابنك طفش، شوف ابنك فين. طلعت اجري في الشوارع، كانت الساعة يمكن 2 بالليل، ملوش اثر، ملوش اي اثر. روحت البيت وانا حزين، لكن اول ما روحت لقيت ابني قاعد في حضن امه على الكنبه. جريت عليه علشان اضربه، امه حشتني عنه، قلت لها هو كان فين. قالت لي انا لبست العبايه والطرحه علشان اطلع ادور، وانا ماشيه لقيت ابنك طالع من التراب. احنا الاوضه اللي عايشين فيها تعتبر جوه التراب، ابنك كان بيلف جوه التراب وهو نايم. مراتي وهي بتتكلم كان ساكت ما بيتكلمش. دخلنا نام، وتاني يوم الصبح جاي بعاتبه على انه خرج بالليل ويلف في التراب وهو ما بيحبش المكان ده. لقيته مش فاكر اي حاجة من اللي حصل. في الاول انا قلت بيكذب، لكن اللي حصل بعدها اكيد لانه ما بيكذبش ابدا. اختفى تاني، كنا عارفين هو فين. لفينا في الطرب لقيته بيمشي، قربت منه قبل ما ياخد باله لقيته ماشي سرحان تايه.
خدته من إيده وروحت، وبعدها كانت آخر مرة صحينا ما لقيناهوش. خدت الكشاف وطلعت برضو تاني أدور في التراب، ما لقيتلوش أثر. قلبت التراب الساعة 2 بالليل رايح جاي ملوش أثر، ومراتي معايا. اتفرقنا كل واحد لوحده علشان ندور أكتر، لحد ما لقيت مراتي بترقع بصوت وبتصوت وبتقول الحقني. جريت عليها لسه جاي بقول لها في ايه، سمعت صوت بيبكي، صوت ابني. ابني بيعيط من جوه تربة، ابني اتحبس في تربة. طلعت المفاتيح لان كل المفاتيح اللي معايا، فضلت ادور على المفتاح بتاع التربة دي، ادور ادور ما لقيتوش. جبت شواكيش وحديد وفضلت ادق على الباب لحد ما طلعته. كسرت الباب، لما فتحت عليه الباب كان نايم على بطنه ومخبي وشه في الرمل. شديته فضل يصرخ ويبكي. قال لي انا صحيت من النوم لقيت نفسي جوه التربة، انا معرفش دخلتها ازاي، ارجوك انا عايز امشي، ما تسيبنيش لحد ما الاقي نفسي جوه تربة. انا شفت حاجات صعبة وناس كلموني جوه وحاجات كانت بتمشي على ايديا وعلى رجليا، وكنت بخبي نفسي وبخبي عينيا من الاتنين اللي واقفين اللي شايفهم جوه، ودفن وشي في التراب وفي الرمل. ارجوك لو عاوزني مموتش نمشي، نمشي من هنا. بعدها يا أستاذ نادر سبت الشغلانة كلها ومشينا. دي التحقيقات اللي جات لي من نادر المرة دي. قد إيه في ظواهر كتير مهما درسناها ومهما عرفنا لها تفسير علمية هيفضل فيها جوانب مش مفهومة. السائرون ياما هم جزء من كاشفي ستر الليل، وهم جزء من كائنات الظلام. سألتكم في الأول سؤال، تعرفوا حد أو أنتوا بتمشوا وأنتوا نايمين؟ وبسألكم دلوقتي سؤال فني شوية. كان في مسلسل بطولة الفنان فؤاد المهندس والفنانة سناء جميل والفنان يونس شلبي رحمة الله عليهم جميعا والفنانة شيرين، وكان بيتكلم عن أن الفنان فؤاد المهندس كان بيمشي هو نايم واتهم بجريمة قتل. مين يعرف المسلسل ده اسمه إيه؟ اللي يعرف يكتب لنا في التعليقات. ياريت تنشروا القناة من فضلكم، عايزين نقفل المليون مشترك بقى على آخر السنة. السنة دي قدها ولا مش قدها يا كل مشتركي قناة الرعب وقناة أحمد يونس على يوتيوب. وياريت تتابعوا في بعض الفيديوهات بنزلها في غير مجال الرعب، هتلاقوا فيها حاجات مفيدة إن شاء الله. جربوا تشوفوا الفيديوهات التانية تلاقوا فيها حاجات حلوة إن شاء الله. وياريت تعملوا لايك للفيديو وتنشروا القناة، ولو أنت من متابعي القناة ولكن مش عامل اشتراك نتمنى أن أنت تعمل اشتراك. كما معكم أحمد يونس وللسعيد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادر فودة، لقد عاد من جليل كائنات الظلام. ما كانش ينفع ما روحش. الموسم الأول. نادر فودة قتله الشغف. نادر فودة، قناة أحمد يونس على يوتيوب، كائنات الظلام. صاحبي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء. الموسم الأول. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ الموسم الأول. نادر فودة، نادر فودة من قلب الرعب، كائنات الظلام. نادر فودة، الموسم الأول. نادر فودة، قناة أحمد يونس على يوتيوب، نادر فودة.